طيب هنا أبو عبد الرحمن يسأل: من طلق زوجته وهو غضبان هل يقع طلاقه؟ الأصل وقوع الطلاق، الطلاق الغضبان واقع، ولأن أغلب حالات الطلاق هي أن تقع في الغضب والانفعال، ولأن الإنسان لأن الغضبان وهو الحجة، طبعا هذه ليست حجة، نعم. الحجة أن الغضبان مسؤول عن أفعاله، فلو سرق أو قتل أو سب أو شتم فهو مؤاخذ بذلك، نعم. فكذلك لو طلق أو تزوج فهو مؤاخذ بذلك، إلا إذا اشتد الغضب إلى حد فقد الوعي والإدراك وصار يتكلم بالكلام ولا يعي ما يقول، فهذا لا يقع طلاقه. نعم، إذا وصل لدرجة أن فقد الوعي. نعم. أما ما دون ذلك ولو كان غضب كبير شديد يقع. نعم، هذا هو رأي الجمهور، رأي الجمهور من كل المذاهب أن طلاق الغضبان يقع ما لم يفقد وعيه. نعم.